حبايبي يا حبايبي، مش احنا متفقين ان انا هجيبكم هنا وبعد كده همشي؟ صح، متفقين ولا مش متفقين؟ ما تمشيش يا بابي، خليك معانا. لا يا حبيبي، ما احنا متفقين. ايوه خليك معانا. لا لا لا، احنا متفقين ان انا هجيبكم وامشي عشان عندي شغل كتير وعندي حاجات كتير. ها، هما مش المفروض ان هما كانوا يباتوا عندك؟ طب نعمل ايه دلوقتي يعني؟ يلا يا ولاد، يلا خشوا على جوه. يلا يلا, يلا خشوا على جوه، اغسلوا ايديكم وانا هحصلكم. يلا شاطرين، برافو. انا مش فاهمه هو انت بتعمل ايه؟ هو انت كل مره هتيجي تاخدهم ساعتين ثلاثه تفسحهم وبعدين تيجي ترميهم على هنا وتكمل انت يومك عادي؟ معلش، هو ايه المفروض يحصل؟ مش احنا متفقين ان انا اخدهم في الويكند؟ احنا متفقين ان هم هيباتوا عندك في الويكند يا ادم. اه يعني انت مشكلتك بس ان هم يباتوا عندك في الويكند؟ ايوه اه، دي مشكلتي انا. عايزه يبقى عندي حياه زي زيك. على فكره انت هتيجي ترميهم لي هنا هيقعدوا معايا من الصبح لبالليل، انا امتى هلحق خلاص الحاجات اللي انا عايز اعملها؟ انا دي انت عندك خمس ايام في الاسبوع، الولاد بيبقوا في الحضانه الصبح، يعني ممكن تعملي اللي انت عايزاه. لا ادم، انت مش هتنظم لي حياتي. لا لا، انا ولا بنظم ولا نيله، انا بحاول الاقي حلول. ده غير ان انا مش عارف ايه نوع الحاجه اللي ممكن تعمليها الساعه 12 بالليل والعيال نايمين. انت مالك؟ انا حره على فكره، انا ممكن اعمل اللي انا عايزاه. عايز اخرج، عايز اسهر، عايز ابات بره، على فكره انا حره برضو، انا عندي بلانز. بلانز؟ اه ماشي يا نادين، هاخدهم الخميس بالليل وارجعهم لك السبت اخر النهار. شكرا. عفو. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو انت ازاي دخلت الاوضه دي اللي كنت قافلها بالمفتاح؟ انت وحشه، ما حبيتيش. هاشم، عيني هاشم، اوعى تعمل مع ماما كده، واوعى اشوفك بتعمل كده مع ماما، عيب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما هي شالت حاجتك. ايوه يا حبيبي، ما هي شالتها علشان انا قلت لها تشيلها، عشان انا عندي مكتب جديد وهروح احط الحاجه دي فيه، وهاخدك انت وصالح عشان تشوف المكتب الجديد. طب تعالى تتفرج معايا على كرتون. حاضر، بس بشرط اوعى اسمعك تقول لماما كده تاني، مفهوم؟ يلا. الولد ناموا؟ ايوه ناموا. اوكي. صالح قال لنادين ان هو حاسس ان هو وهاشم السبب في طلاقكم وفي خناقاتكم، عشان سمعكم مره بتتكلموا عنهم بعصبيه في خناقه من الخناقات. اه طيب، اتفضلي حليها بتاعت التربيه الحديثه. هو ده بجد؟ هو انت عايز تلبسني اي حاجه حتى لو على حساب عيالك؟ هو انت ايه يا اخي؟ انا مش مصدقه نفسي، ولا انت بتقول اي حاجه بس عشان تطلع انت الصح في الاخر؟ صح ايه؟ وان انا نادين، انا قايلك من الاول ما اقولهمش، وانت صممتي ان انت تقول. عشان خاطري بجد، كفايه بجد كفايه، حرام عليكم، هبهدلوا ولادكم معاكم، هتجيبوا لهم تروما يا جماعه. في ايه؟ ما تقفريش انت كمان، مش للدرجه دي يعني، احنا مش اول ولا اخر ناس يتطلقوا وهم مخلفين. لا، مصر كلها متطلقه وهم مخلفين. ادم، للدرجه دي؟ لما ولادكم يحسوا ان انتوا بتحدفوهم لبعض هيطلعوا معقدين، وهيحسوا ان هم مش كفايه وان حدش متمسك بيهم. فين بنحدفهم ورا بعض؟ ما الولاد عايشين هنا مع مامتهم، وانا باجي اشوفهم وبخرجهم كمان. كون اصلا ان ابنك اتكلم يبقى في حاجه مش طبيعيه، حتى لو انت بالنسبه لك دي حاجه عاديه جدا، بالنسبه له حاجه مش عاديه. وكون اصلا ان هو اضطر يتكلم وانت مش حاسس من نفسك، يبقى المشكله عندك مش عنده. جماعه ما تستهونوش ابدا بكلامهم.